أهلا بكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من المشهد تأتيكم عبر قناة المغاربية في لندن. سنتعرض فيها لقراءة لنتائج الدور الأول من الانتخابات الفرنسية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. إذن طويت صفحة الدور الأول من الانتخابات الرئاسية في فرنسا بتقدم مرشحين كان من المتوقع أن يتقدم، الذي هو نعني طبعا بذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومرشحة الجبهة الوطنية مارين لوبان، كلاهما في الدور الثاني يوم 24 من شهر أبريل الجاري. لكن المرتبة الثالثة كذلك لاقت انتباها واهتمام جون لوك ميلانشون، هو كذلك حصل على المرتبة الثالثة ولكن بنسبة قاربت نسبة ربما حتى مارين لوبان. ليس هناك فرق يعني عميق إن صحت العبارة ما دلالات تقدم لوبان وماكرون، وكذلك اقتراب مرشح اليسار الراديكالي ميلانشون من أن يتجاوز الصف الدور الأول. كيف ستكون الدورة أو جولة الإعادة، وما هي حظوظ مارين لوبان هنا؟ سؤال صار حول مارين لوبان على اعتبار أن هناك فئة كبيرة ربما من اليمين واليمين المتطرف قد تصوت لصالحها، في حين أن ماكرون لا ندري من سيصوت. ميلانشون بالأمس نصح أتباعه بعدم التصويت لمارين لوبان، ولكنه لم ينصحهم بالتصويت لماكرون، بمعنى ترك الأمر مفتوح. هناك طبعا مرشحين آخرين في مراتب متدنية في النتائج كذلك نصحوا ناخبيهم بالتصويت للرئيس الحالي إيمانويل ماكرون. نحاول إذن نقرأ في هذه النتائج وكيف سيكون عليه الوضع. قبل الشروع في الحديث مع ضيفي نتابع هذا المقطع الذي يستعرض أهم النتائج. Voici le résultat de ce premier tour. En tête ce soir, Emmanuel Macron avec 28,1% devant Marine Le Pen avec 2022 sont Emmanuel Macron 28,5% des voix, suivi de Marine Le Pen 24,2% des voix. Et derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen, c'est Jean-Luc Mélenchon qui arrive en troisième position à 20,2% des voix, suivi d'Éric Zemmour à 7,1%, Valérie Pécresse en cinquième position à 5,1%. Sixième, derrière Valérie Pécresse, donc Yannick Jadot 4,4%, Jean Lassalle 3%, Fabien Roussel 2,4%. En neuvième position à présent, c'est Anne Hidalgo avec moins de 2%, 1,9%. Nicolas Dupont-Aignan ensuite avec 1,8%. Philippe Poutou, 0,8% des voix. Et en douzième position, c'est donc Nathalie Arthaud avec 0,6%. إذن كانت هذه أهم النتائج في عرض أعدته وكالة رويترز للأنباء، أهم النتائج والنسب المئوي والترتيب للمرشحين الاثنى عشر. للتعليق إذن على هذا معي الدكتور فرانسوا دوريوش، أستاذ الجامعي ورئيس منظمة عدالة وحقوق. مرحبا بك دكتور فرانسوا، شكرا للالتحاق بنا. كذلك الدكتور اسماعيل معراف الباحث الأكاديمي معي من الجزائر. دكتور مرحبا بك وشكرا لالتحاقك بنا. والدكتورة سيلين إلهام جيريزي الباحثة الأكاديمية بالجيوبوليتيك معي كذلك عبر الهاتف. دكتورة سيلين أبدأ معك إذن هذا الحوار. في أهم ما يمكن تسجيله من ملاحظات حول النتائج
النهائية للجولة الأولى للانتخابات انتخابات الرئاسة في فرنسا؟ أولا مرحبا بكم، مرحبا بضيفيك وبمتابعي القناة. يمكن ما يمكن تسجيله أنه النتيجة لم تكن مفاجئة، يعني الفرنسيين عامة أو من يتابعوا الوضع كنا نعلم تماما أن المرشحان أو اللذان سيصلان إلى النهائي إذا صح التعبير سيكونان إيمانويل ماكرون ومارين لو بين، لكن قد تكون المفاجأة هو النسبة أو الفارق ما بين مارين لو بين أو حصيلة مارين لو بين ومانويل ماكرون، والمفاجأة أكبر هو مرشح اليسار الراديكالي ميلانشون، ويعني مثل ما نقول هناك يعني فاصل ضئيل بين الاثنين. هناك أيضا مفاجأة أن لا أحد يصل من اليسار أو اليسار المعتدل، وكل من وصلوا للنهائي هم من اليمين الوسطي المتطرف، ويعني في الترتيب، واليمين المتشدد. لذا فالنتيجة يعني كانت مخمنة، ليست بهذه الطريقة بالفارق. هناك أيضا انهيار تقريبا لليسار، يعني لم يحصل حتى 1% أو 10% مما حصله في انتخابات 2017، مع العلم أن ممثلهم هو من كان يحكم تقريبا قبل وصول إيمانويل ماكرون. هناك أيضا نسبة عدم أشخاص الذين لم يصوتوا أو فضلوا عدم التقدم للتصويت، التي كانت مرتفعة إلى حدود الساعة الخامسة من حيث ارتفعت نسبيا، يعني انتخابات عادية، رغم أن إيمانويل ماكرون لم يقم يعني بجولاته المعتادة أو كذا، هو توجه للشعب الفرنسي مرة واحدة بسبب ما يحصل في العالم، الملف الأوكراني إلى غير ذلك. يعني انتخابات لن أقول هي عادية على شيء، إنما يدل على رفض الشعب الفرنسي مرة أخرى الرجوع إلى الأحزاب التقليدية، أما أن حصيلة إيمانويل ماكرون لم تكن تلك الحصيلة المشجعة أو الجيدة، رغم أن هناك أخطاء كثيرة، رغم أن هناك مشاكل كثيرة في عهد إيمانويل ماكرون، لكن هذا يدل مرة أخرى على أن الشعب الفرنسي لا يريد اليسار برمته ولا الأحزاب المتشددة. وصول لوبين قد تكون ساعدتها تغيير صيغتها، الظروف الحالية، بعض المشاريع أو الاقتراحات في برنامجها، لكن في نهاية الأمر أنا أظن أننا سنعيد التاريخ، سيعيد نفسه تاريخ 2017 سيعيد نفسه. وأكرر أن التصويت لإيمانويل ماكرون ليس أبدا حبا في إيمانويل ماكرون، قد يكون تصويت عقابي لأن لا أحد يريد، يعني هناك استغراب، الكل يستغرب العالم الخارجي. هناك أيضا شعبية مارين لو بين التي ارتفعت لهذه الدرجة، الشعب الفرنسي منقسم فعلا بين اقتراحات مارين لو بين وبين تهور إيمانويل ماكرون، لكن من رأيي النتيجة ستكون مثل ما شهدناها سنة 2017، وأن حظوظ الرئيس الحالي تظل حتى وإن كانت يعني ليست حدودا بتلك الزخم أو ليس محبوب الجماهير أو الشعب الفرنسي، لكن على الأقل الشعب الفرنسي لا زال لا يريد وصول مارين لو بين للحكم. كانت هناك فرص لمجموعة من المترشحين، وخاصة فاليري بيكريس التي تقهقرت بدرجة لمها يعني بسبب مجموعة من المشاكل والفضائح وعدم حسن إدارتها لا للحوار ولا لمخاطبة الشعب الفرنسي. لكن في نهاية المطاف فرنسا لا تريد اليسار الراديكالي، لا تريد اليمين المتطرف، وليست مستعدة على الأقل في الوقت الحالي لليمين ليست مستعدة اليمين المتشدد، وليست مستعدة اليمين المتطرف. هناك أيضا نقطة مهمة لا تذكر كثيرا في وسائل الإعلام، وصول امرأة، رغم أن فرنسا بلد الديمقراطية والمساواة والحقوق، إلا أن وصول امرأة لا زال مزعجا لبعض الهوامر أو الشخصيات القديمة، والعقلية الفرنسية ليست منفتحة مثل مثلا العقلية الألمانية إذا صح التعبير، أو حتى الأمريكية، وقد يكون هذا من أفضل من أكبر الأسباب والذي لا يقال إعلاميا، وأن تمر امرأة لحكم فرنسا. لازالت فرنسا تعاني من المساواة في المناصب، في المرتبات،
بين النساء والرجال، وهذه نقطة لا يمكن أبدا تجاهلها في الانتخابات الفرنسية. شكرا جزيلا دكتورة سيلين إلهام جريزي، الباحثة الأكاديمية بالجيوبوليتيكس، كنت معي من باريس. شكرا جزيلا على المشاركة وكل هذه المعطيات وهذه القراءة في نتائج الدور الأول للانتخابات الرئاسية في فرنسا. قبل أن أمر لضيفي للتحليل، أتوقف مع زميلنا عبد السميع عبد الحي أو عبد الحي عبد السميع من باريس، مكتبنا في باريس هناك، ليقدم لنا قراءة وعرض لأهم ما ورد في الصحف الفرنسية الصادرة اليوم. إليك عبد السميع. شكرا، سلام الله عليك أخي سمير، وأسعد الله مشاهدينا في كل مكان. لعلني أختار سمير من الصحف كبرياتها في هذا اليوم صحيفة لو فيغارو، في صفحتها الأولى صورة بارزة لكل من إيمانويل ماكرون ومارين لوبان تحت عنوان ماكرون لوبان نوفو دويل، ماكرون ولوبان صراع جديد أو ثنائي متجدد. أشارت فيه إلى نسب الانتخابات 28.3% و23.3%، وهو ما كان في الحقيقة متوقعا من قبل الكثير من المحللين ومن الصحفيين الذين تابعوا عن قرب أطوار هذه الحملة الانتخابية، حتى وإن كانت صبر الآراء والتي اتخذت منها الصحف العديد من المقالات تشير إلى هذه النتيجة أيضا. في صحيفة لوموند العارقة ماكرون لوبان ان اكت دو بلوز انسرتان، يعني ماكرون ولوبان المشهد اثنين في بطريقة غير مؤكدة او بصورة غير محسومة، وهي إشارة إلى أنه في الدور الثاني سوف تكون هناك صعوبات للحصول على توقعات بشأن من يفوز، وإن كانت التوقعات جميعها حاليا حتى إذا ما ذهبنا إلى الصحف وإلى الكثير من المحللين تقول بأن ماكرون خطى خطوة كبيرة نحو عهدة رئاسية ثانية، بالنظر إلى أن الأحزاب الكبرى الثلاثة التي حصلت على 75% من النتائج، منها حزب ماكرون لا ريبوبليك اون مارش أو وأيضا جون لوك ميلانشون وحتى مارين لوبان، هذه الأحزاب الثلاثة التي هي حصلت على 75% من الأصوات ستكون لها تأثير كبير على الحصول على حصول إيمانويل ماكرون على الرئاسة، لأن في حملته الانتخابية أشير إلى هذا الخبر المهم جدا أخي سمير، وهو آخر تصريحات ما قبل الانتخابات جون لوك ميلانشون، الذي وجه خطابا واضحا قال لا تمنح صوتا واحدا لماري لوبان، لا تمنح صوتا واحدا لماري لوبان، كررها 3 مرات. وبالضرورة نستطيع أن نتصور أنه سيوجه ذات الخطاب للذين انتخبوه وللذين أعطوه هذه الأصوات العديدة التي حصل عليها والمتعلقة ب 21.95%، ستوجه كلها للانتخابات إلى على ماكرون، بالرغم من أنه هو يقول أننا اضطررنا للخيار بين الطاعون والكوليرا. هذه أهم المواضيع التي تناولتها كبريات الصحف الفرنسية اليوم، والتي دخلت في تحاليل سطحية وبسيطة لهذه النتائج التي كانت في الأغلب متوقعة. شكرا جزيلا لك زميلنا عبد الحي عبد السميع، كنت معي من مكتبنا في باريس على هذه التفاصيل الواردة في أهم الصحف الفرنسية. وأعود لأرحب بضيفي الدكتور إسماعيل معراف الباحث الأكاديمي من الجزائر، والدكتور فرانسوا دوروش الأستاذ الجامعي من باريس. خلينا نبدأ من باريس دكتور فرانسوا، يعني نتائج ربما لم تكن مفاجئة، كان متوقع أن يمر ماكرون ولوبان للدور الثاني، لكن ربما قد يقول بعض أن المفاجأة هو النسبة اللي حصل عليها ميلانشون
كان يمكن لو كان هناك شغل إضافي أن يمر ربما هو كذلك للدور الثاني. ماذا تمثل النسبة التي حصل عليها ميلونشون وكذلك الدور الثاني؟ نسبة من لم يصوت ربما في الدور الأول قد تكون محددة، أليس كذلك؟ مشاهديكم الكرام أشكركم للضيافة. طبعا بصراحة نحن لم تفاجئنا هذه النتائج لأنها كانت جد منتظرة، وخاصة على مستوى ماكرون ومارين لوبان، وكنا يعني مقتنعين أن خطاب زيمور، الخطاب المتشدد، يرفضه الشعب الفرنسي. ويمكننا أن نقول بأن البارحة أن كان بمثابة استفتاء للشعب الفرنسي، والذي عبر عن رفضه للطرح الزموري. ورغم مرور اليمين المتطرف مر للدور الثاني، فهذا لا يعني أن تصويت الشعب الفرنسي كان للأفكار العنصرية المتطرفة، وبخصوص احتمال تفوق ماكرون في الدور الثاني لن يغير شيئا في المعادلة، وذلك لأنه سيكون هناك نوع من الاستمرارية في سياسة فرنسا وفي علاقاتها الدولية. وهنا يمكننا أن نشير أن السيد ماكرون عليه أن يفهم الرسالة، رسالة البارحة. وعندما صوت 21 من الناخبين الفرنسيين على ميلانشون وأن يتصالح مع هذه الفئة التي غالبيتها تضررت من خطاب الكراهية والعنصرية والإسلاموفوبية التي تبناها ماكرون ويتبناها الآن اليمين المتطرف. طبعا هناك علاقات دولية، هناك علاقات وطنية. ماكرون سيستمر في فرض رؤيته ورؤية فرنسا، والتي هي بالأساس متأثرة بسنوات الاستعمار، وخاصة مع دول شمال أفريقيا والدول الأفريقية والساحل. المشكلة هناك من أجل جون لوك ميلونشون، هو كان الرقم الثالث طبعا كما لاحظتم، كان بقي يعني قليل من الأصوات، 1% حتى يمر هذا الدور الثاني، ولكن هو رجل سياسي، مقاول سياسي، يعني استطاع بفصاحته وقدرته على الخطابة وقدرته على استعمال التكنولوجيا الرقمية الحديثة واستعمال وسائل التواصل الاجتماعي، استطاع يوما عن يوم أن يثبت أنه يمكن أن يشكل الفارق بين ماكرون والآخرين، وكان يتميز عن المترشحين السياسيين بخطاب قريب من المسلمين، يدعو إلى إعادة الاعتبار لمسلمي فرنسا، يدعو لعدم تهميشهم، لعدم تخوينهم، لعدم يعني اتهامهم. نعم. وربما كذلك، وأنتهي بهذا، يطمع أن يشكل خزان انتخابي، يعني حتى يصوت بصوت إيجابي بالنسبة له. ولكن للأسف الشديد، المنطقة سان سندوني التي يوجد فيها عرب ومهاجرين كثيرين، هي المنطقة الوحيدة في فرنسا التي لم هي يعني أقل منطقة في فرنسا ذهب الناس للانتخاب. يعني ما كنا تخوفنا منه أو أشرنا إليه في حلقات سابقة قبل الانتخابات حصل، اللي هو الامتناع والعزوف ربما عن التصويت، وربما هناك عزوف عام دكتور فرانسوا، حتى الفرنسيين يعني نسبة المشاركة في حدود 60% 65%، يعني أوكي مقبولة في هذه الظروف الاستثنائية، لكن تبقى نسبة أقل مما كان يمكن أن تحصل. سنعود لهذه بعد قليل. دكتور إسماعيل معرف، يعني النتائج الآن تراها وكأنها غير مفاجئة في رأي أغلب المتابعين، مرور ماكرون ولوبان للدور الثاني، وربما في الدور الثاني 24 أفريل سيمر كذلك، ربما أقول سيمر ماكرون بنسبة ضعيفة جدا. هل ترى
أن هناك شيء قد يتغير في السياسة الداخلية الفرنسية، سواء جاءت مارين لوبان للحكم أو وقع التجديد لإيمانويل ماكرون مرة أخرى، أم أن الاستقرار سيبقى سيد الموقف لو بقي ماكرون سيدا وساكنا في الإليزي؟ شكرا سمير، ضيوفك الكرام وأيضا كل متابعي قناة المغربية وأيضا برنامج المشهد على وجه التحديد. أنا أبدأ من حيث انتهيت، سيكون الاستقرار بين قوسين. الآن لا أدخل في التحاليل ما يخص الجانب التقني، لأن تقريبا الكل يحلل بالطريقة لماذا امتنع الطرف وأيضا لماذا ذهبت أصوات إلى كذا وكيف ربما تعاد نفس الحدوثة بين لوبان العنصرية والوسطي بين قوسين ماكرون بعد انتخابات 2017. نتكلم على من الجانب الاستراتيجي، أعتقد أن الديمقراطيات الغربية الآن في أزمة حقيقية، والديمقراطية الفرنسية بوجه التحديد، لأن منذ 2017 وما جاء هذا الفتى الذي كان يشتغل في بنك روتشيل تقريبا من دون أن تكون له خلفية سياسية وعائلة سياسية، بدأت الانهيار ما يسمى بالأحزاب التقليدية في فرنسا، وذهب معها ذلك البريق الديمقراطي الذي كان يتبعه العالم في انتخابات الرئاسية الفرنسية، وحتى بالنسبة للمواطن الفرنسي ما عاد يكتب. لماذا؟ لأن تقريبا اللوبيات الآن تسيطر على القرار السياسي ونبذ الحياة السياسية داخل فرنسا، وتقريبا الرئيس يحذر على الطريقة العربية والطريقة العالم الثالثية. وتقريبا من زمان لما كنا نشهد مثلا نقول بأنه سيكون الرئيس ماكرون في 2017، أنا شخصيا راهنت قلت بأنه سيكون الرئيس ماكرون، لأن كل الاستطلاعات كانت تعطي هذا الرأي والتوجهات إلى عنده. وتكلم عن اللوبيات وعن الاتجاهات الموجودة بالنسبة ما نسمع على القرار داخل الدولة الفرنسية، ولا أقول السلطة في فرنسا، وشفنا كيف في المرحلة هذه المرحلة الأخيرة قبل حتى الحملية أن وسائل الإعلام الفرنسية، أستاذ سمير، وسائل الإعلام الفرنسية صراحة تقريبا تقريبا حكومية أو غير حكومية قدمت نوعا ما بروباغندا لماكرون، وقالت بأنه جاء في فترة حرجة ولم يحكم البلاد بالمشروع الذي كان يريد أن يقدمه للفرنسيين، وكانه استعطاف الفرنسيين، تكلمت على الحركات احتجاج السلطات الصفراء. نعم. أيضا تكلمت عن كورونا وأيضا عن الأزمة الأوكرانية، وبالتالي أنه صنع القرار في الدولة الفرنسية من الآن هو منكب على كيف يمكن لفرنسا أن تقود أوروبا، لا سيما أن الآن ليس هناك ربما منافس قوي بالنسبة لماكرون مع اختفاء المستشارة الألمانية ميركل، والآن تقريبا الأجواء أصبحت أمام الرئيس ماكرون، وبالتالي أن هذه الانتخابات هي أشبه بلعبة سياسية قذرة قامت بها العلبة السوداء داخل الدولة الفرنسية للأسف، من أجل أنها تحافظ على سياسة الأمر الواقع. وأن لوبان في اعتقادي أنها استفادت فقط من هذه المساحات التي تركها لها اللوبيات. ربما النقطة الوحيدة فقط التي أسجلها أنا إيجابية هو صعود ميلانشو، هذا الخطاب الوسطي، الخطاب البراغماتي، الخطاب الذي يعطي مكانة للدولة الفرنسية في العالم، من جانب أنها دولة اجتماعية، دولة ديمقراطية، دولة انفتاح إلى غدك. مع ذلك أعتقد أن كل الفسيفساء التي أنا تابعتها وعلقت في كثير من المواقع الإلكترونية لم تكن تعبر عن ربما شيء إيجابي، بعكس واضح فكرة الأزمة. وأعتقد أنه أيضا ربما عدم ذهاب إخواننا في منطقة سان دوني من العرب والأفارقة والمسلمين إلى الانتخابات، أعتقد أنه كان أنا أتفهمه وكان موضوعي. لماذا؟ لأنه حتى لو كان ذهبوا لن يغيروا شيء في الوضع صراحة. يعني لا، هو دكتور إسماعيل أنه حصلت عندنا نماذج سابقة
يعني لما كان هناك مواجهة بين ساركوزي وأولوند، صوت المسلمين في فرنسا كان مرجحا لصالح أولوند، بمعنى أنه هذا الزخم الكبير في سان دوني وفي غيره لو ذهب كان يمكن ميلانشون يعني نقطتين فارق، يعني كان ممكن يتقدم ميلانشون. ما أعتقدش أستاذ سمير، أنا يمكن إلا تبعتني في البداية قلت بأنه هذه الانتخابات خارج إطار الجانب التقني والجانب الخاص بالانتخابات، كانت على الجانب الاستراتيجي. الانتخابات معده مسبقا والانتخابات موجهه، واعتقد انه مستحيل انه هذه الانتخابات كانت تترك للناخب الفرنسي ايا كان هذا الناخب ان ينتخب. فرنسا ليست بحاجه الان، فرنسا غير مؤهله للتجديد. واعتقد انه لا، لانه اولا اصحاب القرار يعتقدون بانه اليوم القضيه قضيه امنيه للدوله الفرنسيه، لانه تعرف الدب الروسي احدث شرخا داخل الدول الغربيه وربما منعها حتى بالتفكير، لأن هذه الانتخابات جاءت فقط كمستلزمة لإتمام ترتيبات ليس إلا، وسيكون الرئيس ماكرون رئيسا ما ليهم الفارغ. ولكن أعتقد أنه حتى الرئيس ماكرون لم يقم بحملات انتخابية ما عدا حملة انتخابية واحدة في باريس فقط، وبالتالي هذا يعطيك انطباع بأنه هذه الانتخابات موجهة. وأيضا أنه الناس تنسى بأنه هذا الرجل من أين جاء، موسى روتشيلد، تعرف علاقتها بالكيان الصهيوني، تعرف علاقتها بكل الاستقرار الموجود بالنسبة للمنظومة الغربية الداعمة لهذه الدولة العبرية إلى طيب. وبالتالي نحتاج إلى وقت صراحة لكي تعود الديمقراطية والفرنسية إلى بريقها السابق. طيب دكتور فرانسوا، كأنك غير موافق على تحليل الدكتور إسماعيل، ما هي أهم ملاحظاتك يعني أو تعقيبك؟ طبعا ضيفكم الكريم قال حتى ولو ذهب هؤلاء الناس في سان ساندوني لن يغير شيء. هذا الخطاب خطير جدا. لهذا السبب العرب والمسلمون لا يذهبون للانتخابات، يقولون ماذا يقولون؟ لن يتغير أي شيء. يجب أن تعرفون ويجب أن يعرف العالم كله أن فرنسا هي دولة حتى ولو كانت عنصرية هي دولة ديمقراطية. لو كان هؤلاء الناس ذهبوا وانتخبوا، لا نستطيع أن نبرر كسلهم وبقاؤهم في المنازل وعدم قدومهم حتى يغيرون هذه النتائج. كان يجب بعض المئات من الآلاف من الأصوات حتى يكون جون لوك ميلانشون مرشح إلى الدور الثاني. طبعا يجب ان يكون هناك يعني يجب ان يكون هناك ديسيبلين، لا اعرف ما اسمها باللغه العربيه، ديسيبلين، يكون هناك سلوك معين. نعم سلوك معين، نعم انضباط او انضباط اكثر. نعم انضباط. لو كان هناك على المسلمين على العرب ان يكون لهم عندهم خزان تصويت، ولكن هذا الخزان غير منظم، غير ممنهج، غير معقلا، تدفعه مرات العاطفه، ولكن عندما يتحرك يفعل المستحيل. طيب لكن دكتور فرانسوا، انت دكتور اسماعيل برر كلامه او موقفه، قال لان هذه انتخابات موجهه، يعني هناك قصد وهناك شخصية وقع الاشتغال عليها أن تبقى هي رئيس، لأن هناك برنامج أكبر من فرنسا ربما يتعلق بأوروبا وغيرها، والتغيير أو التجديد ليس في صالح هذا المشروع الكبير، وبالتالي هناك تنافس وهناك مؤسسات وهناك ديمقراطية، لكنها قد تكون بشكل ما موجهة في اتجاه يعني ماكرون هذا الذي يدخل حملة انتخابية ويحامل معه 5 سنوات من الحكم بما فيها من فشل، يعني تقريبا البعض قال أنه لم ينزل شيئا مما وعده، بما فيها من برنامج يتعلق برفع سن التقاعد وهي أمر يعني مكروه عند الفرنسيين كما هو عند باقي الناس، وبرغم ذلك يتقدم وربما يكون هو الرئيس. فهناك تفسيرات تقول أنه فعلا وقع الاشتغال على تقديم ماكرون وسيبقى هو في كل الحالات، وإن بدا في الظاهر أن هناك تصويت وانتخاب ومؤسسات وغير ذلك. هكذا برر الدكتور إسماعيل موقفه، ما رأيك أنت؟ إذا كنا نؤمن بهذا المنطق فلا داعي نؤمن بالديمقراطية، فلا داعي نؤمن بالانتخابات، لا داعي نؤمن بأي شيء.
هناك انتخابات لو كان هؤلاء الناس ذهبوا وقرروا طرد ماكرون لطردوه، كما طردوا ساركوزي، طردوا ساركوزي عام 2017 ساركوزي طرد من هؤلاء الناس الذين كان يشير لهم ويهينهم ويذلهم أمام العالم كله. لهذا السبب زيمور طرد كذلك من الملعب. نعم طبعا طرد من الملعب، ولكن كان على الآخرين. زيمور طرد لشيء واحد، لأنه كان يرفض استقبال المهاجرين الأوكرانيين في فرنسا، وهناك في فرنسا كان يعني الناس كنت تريد أن تستقبل الأوكرانيين. ولهذا السبب زيمور. والآن ما الذي من أجل مدام لوبان؟ لوبان أصبح هي كانت زعيمة اليمين المتطرف، ولكن لم تتكلم ولا في مرة واحدة على خطابها اليميني المتطرف، وكانت لم تركز على آليات اليمين المتطرف التقليدي في خطابها. هم عملوا مراجعة، هي قالت أنا عملت مراجعة، حتى الاسم الحزب تغير صارت الجبهة، وقالوا طبعاً. أنهم كذلك غيرت مواقفها من روسيا من بوتين، ليست مع رفع سن التقاعد، وبالتالي صار كلامها أقرب للوسط يعني من المتطرف تقريبا، على الأقل في الحملة الانتخابية. هذا لم تتكلم عن الإسلام، لم تتكلم عن الهجرة، لم تتكلم، أي هذا كله في إطار المراجعة. وهذا دكتور هذا أثار غضب أتباعها، لا تنسى كثير من أتباعها راحوا صوتوا الجمهور لأنها تركت الحديث عن المهاجرين واعتبروها خيانة أو شيء من هذا يعني. ولكن نجحت الآن، أصبحت الثانية. نعم نعم. هي رشحت إلى الدور الثاني، ركزت. طيب خليني دكتور فرنسوا، خلينا نعود للدكتور إسماعيل للتفاعل مع ما كنت تذكر. تفضل دكتور إسماعيل. شوف، أولا أنا احترامات الآراء ضيفك الكريم، ولكن نحن نحلل على أساس الواقع وليس ما يجب أن يكون. تمنينا لو كان كل العرب والمسلمين يكون لوبي ويذهبون لصناديق الاقتراع وأيضا يؤثرون ويغيرون، ولكن الواقع هو غير ذلك. اليوم في فرنسا، ليست فرنسا السابقة، 2017 أعتقد أن مع مجيء هذا الشاب ماكرون غير كثير من الأوضاع، قضى على الأحزاب التقليدية وقضى حتى على النبض السياسي في فرنسا. الناس الآن أصبحوا يكترثون للعمل السياسي بشكل أقوى. صحيح سابقا كان العزوف وكان على الاهتمام، ولكن الآن أصبح هذا العزوف تقريبا عقيدة وثقافة، وليس فقط بالنسبة للعرب والمسلمين، حتى الفرنسيين. ونسبة المشاركة في بلد مثل ما قلت ديمقراطي بين قوسين للأسف، لأن تقريبا الواجهة شيء ولكن الواقع حاجات أخرى، لأن فرنسا فعلا دولة عنصرية باستحقاق. وأيضا فرنسا لو تترك المجال الديمقراطي ربما سيحمل لها مصيرها، ربما زنجي على رأس الدولة الفرنسية، وهي لا تريد أن جرائمها في إفريقيا، وأيضا ما زالت لغاية الآن أنها تسرق وتنهب في الخيرات الإفريقية والخيرات أيضا العربية وأيضا متواطئة في كثير من القضايا إلى غداك. وبالتالي أنا أعترض على كلمة فرنسا دولة ديمقراطية ديمقراطية، ربما في بعض من الممارسات وبعض من إطار خاص حيز خاص، ولكن فرنسا تنكشف أمام الواقع الحقيقي زي الميك اب بالنسبة لكثير من السيدات صراحة. طيب. وبالتالي الآن نقول بكل صراحة بأن هذا الانتخابات، عندما كنت قلت أنا موجهة، وأنا قلت في هذا المواقع الإلكترونية قبل ربما شهر، قلنا بأن هذه الانتخابات لا معنى لها، لنا فقط الفرنسية أو اللوبيات تحكم فرنسا اضطرت أنها تذهب إلى هذه الانتخابات. وفي أجل هذه اللوبيات صراحة، هذه الانتخابات كان من المفروض لو جاءت في ظروف أخرى ربما سيكون في نظر، ولكن الآن فرنسا والبلدان الغربية وأوروبا تحديدا هي تشعر بالما موجود من أزمة أمنية، والصحافة وأيضا كثير من مواقع إلكترونية متخصصة فرنسية. نعم. ساقت أنه اليوم ماكرون في طريقه أن يصبح زعيم قومي على شاكلة دوغول زمان صراحة. طيب دكتور فرنسوا، لنعود لتحليل النتائج فقط، يعني هل يمكن الاستنتاج من هذه النتائج وبقاء ماكرون أن الفرنسيين أولا لا يريدون المغامرة بشخصية جديدة،
وبالتالي أعطوا أصواتهم للاستقرار اللي هو ماكرون، وسيعطون أصواتهم كذلك لماكرون للدورة الثانية وسيكون هو الرئيس، لأنهم لا يريدون الخوض في تجربة ربما أخرى جديدة في واقع متحرك، حرب قريبة من حدودهم، حرب صحية أخرى كذلك، أزمة اقتصادية حقيقة، وتراجع دور فرنسا حتى في الخارج، وأنت تعرف ما يحصل في إفريقيا وفي شمال إفريقيا، تنافس روسي، تنافس أمريكي، صيني إلى غير ذلك. فهل أن الفرنسيين إذا قرروا المضي نحو الاستقرار واختيار ماكرون للمواصلة على الأقل 5 سنوات أخرى؟ وهل نقرأ كذلك في هذه النتائج أن الأحزاب التقليدية بالشكل التقليدي وبالفكر التقليدي انتهت في فرنسا؟ طبعا دوما هنا في فرنسا الرئيس الخارج يكون له حظ أكثر بكثير من باقي المرشحين. وهناك شيئين ساعدتا السيد ماكرون. أول شيء الكوفيد، يعني مرض الكوفيد يعني ساعدت ماكرون، وكذلك اندراع الحرب في أوكرانيا ساعد ماكرون، وظهر بمظهر رئيس الدولة الذي يستطيع إدارة الأزمات والذي يستطيع اتخاذ القرارات الصعبة في الوقت المناسب، وهذا ما كذلك ما رفع شعبيته في أوساط الفرنسيين. طبعا النسيج السياسي سيتغير في فرنسا. الآن اليمين المتطرف في فرنسا كذلك تأثر كثيرا بما وقع فيه من انشقاقات، وخاصة كذلك بعد بروز ظاهرة زمور التي تبنى خطابا أكثر تطرفا من مارين لوبان. ونعتقد كذلك أن حزب مارين لوبان سيحتضر بعد نهاية هذه الانتخابات، وذلك بسبب انشقاق يعني عدد من القيادات البارزة داخل هذا الحزب والتحاقها بزيمور حتى ولم يأخذ فقط 7%. ويمكننا الآن القول أن في الختام أن كانت هناك مخلفات من هذه الانتخابات، فأن زيمور بلقن المنهج السياسي والحزبي في فرنسا، حيث كما ترون أن الحزب التقليدي عرف كذلك انشقاقات مماثلة، ولكن الآن الأحزاب التقليدية في فرنسا الريبوبليكان والسياسيون البارتي سوسياليست ماتا حتى الآن. تصوروا أن هؤلاء الاثنين لم يستطيعوا الحصول على 5% حتى يدفع لهم ما صرفوه من أجل هذه الانتخابات، وهذا الأمر لم يأتي أي مرة، هي أول مرة في تاريخ السياسي الفرنسي تحصل بالنسبة لحزبين معروفين ومنذ كل الفرنسيين يعرفونهم. وهذا الأمر كذلك يعني الخطابات أصبحت ماكرون تغيرها، المجتمع العالمي تغير، المجتمع الفرنسي تغير. هناك من تصوروا مثلا أوبر، مثلا الأكل، التعامل، حتى السياسة تغيرت. وهناك يعني ولكن غدا يعني بعد أسبوعين عندما يكون الانتخابات الفرنسية الثانية، يمكن كذلك طبعا لا عنده حظ كبير أن ينتخب الرئيس الفرنسي. لكن دكتور فرنسوا، دعني فقط نتابع مع الدكتور إسماعيل كذلك مقطع من المرشح زيمور، وكذلك بعد ذلك بيكريس وميلونشون. نبدأ بزيمور وهو يتحدث على نتائج الانتخابات أمام أنصاره. تفضل. J'ai bien des désaccords avec Marine Le Pen. Je les ai abordés pendant cette campagne. Je n'en referai pas la liste. Mais il y a face à Marine Le Pen un homme qui a fait entrer 2 millions d'immigrés, un homme qui n'a pas dit un mot d'identité, de sécurité, d'immigration pendant sa campagne et qui fera donc pire s'il était réélu. Je ne me tromperai pas d'adversaire. C'est la raison pour laquelle j'appelle mes électeurs à voter pour Marine Le Pen.
دكتور إسماعيل، ما تعليقك على زيمور وهو يدعو أنصاره للتصويت لمارين لوبان ويقول لا تصوت لماكرون لأنه ساهم في إدخال مليونين أو كذا من المهاجرين؟ ما تعليقك على هذه العقلية، أقصد اللي صار شخص يمثلها مرشح لرئاسة فرنسا وممكن في الانتخابات القادمة يكون رئيس فرنسا؟ وهذا ما يؤكد ما ذهبت إليه أنا. تعرف أن إليك زيمور هو صحفي، نعم، رجل مغمور ليس له باع في السياسة، تم ترقيته إلى مصارف شخصية سياسية وتم إدخاله للحلبة السياسية لكي أيضا نوعا ما يتقاسم مع السيدة ماري لوبان التطرف ضد المهاجرين وضد أيضا ربما هذا الناس اللي يأتون من خارج السوش الفرنسية، يعني من خارج الجنسية الحقيقية الفرنسية ومن السكان الأصليين الفرنسيين. وهذه أيضا لعبة من طرف من يحكم من فرنسا وراء الستار، لأن في أصوات كثيرة منذ مدة انتشرت في إفريقيا صراحة أصبحت تعرف بأن الدولة الفرنسية ما زالت تستعمر إفريقيا وما زالت تستغل خيرات إفريقيا إلى غيره. فلا بد أنه الضغط بالجالية الموجودة وأيضا المهاجرين الموجودين داخل فرنسا على هذه الدول حتى تستمر في قمع شعوبها داخل إفريقيا، منها الجزائر على وجه التحديد وأيضا كثير بلدان إفريقية، السنغال ومالي وغيرها إلى غيره، حتى لا يكون هناك وعي واستفاقة بالنهب الذي تقوم به فرنسا تجاه إفريقيا. وبالتالي أنه زيمور ربما ماري لوبان نوعا ما أصبحت أكثر وعي من 2017، نعم، وعرفت بأنها تقريبا مدفوعة من طرف هذه اللوبيات عن قصد أو عن قصد لكي ربما تقدم هذا خطاب الكراهية والتطرف وهو يخدم مصالح الدولة الفرنسية. وبالنهاية هي زي عرائس الجاراغوز ستتقدم في الانتخابات فقط تشارك ولن تحلم أن تصل لستة الحكم. واضح. ماري لوبان سيكون لها مستقبل أنا أقول، وأنا ضد يعني ما قاله أو أختلف مع قاله صديقي لغداك. بالتالي أنه ماري لوبان استفادت وعرفت بأن الآن فيه لعبة وعليها أن تغير خطابها إذا أرادت أن تمارس السياسة مستقبلا، وبدأت في الانتخابات. ربما زيمور أيضا مدفوع من طرف هذا من يحكم فرنسا تحت الستار، والقول بضرورة أن يستمر خطاب الكراهية وخطاب العنصرية والتطرف حتى نستطيع أننا نقدم هذا الابتزاز بالنسبة لهذه الدول الإفريقية ونمنحها أن تذهب إلى المسار الديمقراطي ويفتح النقاش على قضيه من ياخذ خيراتها ويستلم خيراتها. نعم، هذا نقاش اخر قد نفتحه في فتره اخرى. نعود لمتابعه بيكريس وهي تتحدث كذلك لجمهورها وتدعو للتصويت لماكرون. Le second tour de l'élection présidentielle opposera donc à nouveau Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ce soir, je suis profondément inquiète pour l'avenir de notre pays alors que l'extrême droite n'a jamais été aussi près de l'emporter. En épargnant au premier tour les extrêmes et en esquivant le débat démocratique, Emmanuel Macron a joué avec le feu et fait prendre un énorme risque à la France. Ainsi, et malgré les profondes divergences que j'ai martelées tout au long de la campagne, je voterai en conscience Emmanuel Macron pour empêcher l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen et le chaos qui en résulterait. Je l'ai dit... دكتور فرانسوا، تعليق قصير على كلام بيكريس وهي تدعو برغم ما قام به ماكرون لكن تدعو للتصويت له، خوفا من ماذا؟ خوفا من ماذا؟ خوفا من اليمين المتطرف. نعرف أن اليمين التقليدي في فرنسا، أنا أعرف شخصيا فاليري بيكريس، هذه الامرأة عندما كانت هي تدير ريجيون، منطقة كبيرة في فرنسا، وتديرها بشكل جيد، وهذه الامرأة خطابها الاقتصادي، خطابها السياسي كان جيدا جدا، حتى اليوم الذي اصبحت تسمع قالوا لها
يجب أن تهاجمي المسلمين، يجب أن تهاجمي الإسلام. هذه الإمرأة عندما تتكلم عن الإسلام تحفظ غيبا ما تقوله للناس الآخرين. هذه الإمرأة ليست عنصرية، ولكن بما أنها أصبحت تريد أن تأخذ خطابا من آت من خطاب آخر، كانت ليست مقتنعة بخطابها الذي تقوله للآخرين، ولهذا السبب لم أحد يصدقها. ومن لأول مرة أصبحت أخذت أقل من 5%، والآن دفعت من أموالها 5 ملايين أورو، حتى يعني والآن تطلب يعني كأنها شحادة، تشحد من الفرنسيين، تقول لهم عوضوا لي ال5 ملايين التي أنا يعني قرضتها قرض حتى أستطيع أن أدفع ما دفعت من أجل الانتخابات. هذه الإمرأة يعني عندما أصبحت تحارب الإسلام والمسلمين وبشكل شرس كذلك، يعني أصبحت ما لا أحد سيصدقها، حتى هي نفسها لا تصدق ماذا تقول للآخرين. وهذا لهذا السبب على السياسيين أن يتكلموا بإخلاص، يتكلموا بإنسانية، يتكلموا طيب دكتور باقتناع طبعا. دعنا نتابع جون لوك ميلونشون وهو يتحدث عن رأيه في النتائج ويدعو أصحابه ومناصريه لعدم التصويت لمارين لوبان، ويترك الباب مفتوح دون الدعوة لماكرون للتصويت لماكرون أو عدم ذلك. نتابع ثم نعود مرة أخرى للتعليق. Vous ne devez pas donner une voix à Madame Le Pen. Alors, je le sais bien. Je répète parce que des fois, il arrive que même quand je dis les choses, c'est comme si je ne les avais pas dites. Alors, je recommence à cet endroit du film. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. دكتور إسماعيل، ميلونشون يدعو إلى عدم التصويت لماذا برأيك؟ والله أنا شخصيا هذا الرجل أحبه يعني من زمان، يعني أتابع مليح نشاطاته، ورجل يبدو بأنه يمكن الأحسن ما موجود في المشهد السياسي. وأنا شخصيا أنا عارف أنه مستحيل أنه يصل، ولكن تمنيت لو كان فيه تقاليد ديمقراطية حقيقية داخل فرنسا، تمنيت لو كان فيه فعل سياسي حقيقي. هذا الرجل كان يحمل فرنسا إلى صراحة عالم آخر. ستصبح فرنسا التي ربما فرنسا ثورة 1789، حرية ومساواة وعدالة. الرجل كان يعرف جيدا بأن هذا كان صادق صراحة. أنا شعرت بأنه كان صادق، وكان أيضا خطابه أيضا كان براغماتي، وكان أيضا متشبع بقيم الوطنية الفرنسية، ويعرف جيدا بانه هذا المراه صراحه ظاهره سياسيه غير غريبه على الجسم الديمقراطي الفرنسي. لا اقول الجسم الفرنسي لان تقريبا السجل الفرنسي فيه عنصريه، ولكن ليس بهذه الوقاحه. فرض بعد ظاهره الاستعمار التي ولد، كان من المفروض ان يكون في انفتاح، لا سيما انها فيها اجيال جديده. نعم. تشربت من مناهج كثيرة في السياسة الدولية، وتريد أن تكون فرنسا فعلا أنها منتقى الحضارات العالمية. وبالتالي أنا ميلانشو باعتقادي أنه كان تقريبا مصدوم من النتائج التي وصل إليها، لأن كان يتمنى أن تكون على الأقل، وحتى بالنسبة لي أعتقد أنه في خطأ استراتيجي، ولو في تخوف أيضا من طرف اللوبيات الفرنسية. لو كان تم مساعدة نوعا ما ميلانشو، كان يكون فيه ربما مساو سجال او مباراه قويه. نعم. في الدور الثاني، ولكن النتائج الخوف منها اصبحت المخاوف، واضح انه ربما هذه النتائج لا يمكن التحكم فيها، فربما فضلوا ان تكون. نعم. ماري لوبان مره ثانيه. دكتور فرانسوا، ما هي اهم الصعوبات الان التي قد تواجه الطرفين في الدور الثاني بعد اسبوعين، ماكرون ولوبان؟
صعوبات يعني كثيرة عندما لا يطلب المرشحون الآخرون أن يعطوا حتى ولو صوت للوبان، عندما يكون الشخص في الاختراع لوحده يعني سيقرر لوحده، هناك ناس من ميلانشون سيصوتون إلى لوبان متأكد، يعني تقال أن 30% من مصوتين للوبان من لميلانشون سيصوتون إلى لوبان، وأعطاهم ميلانشون قال لهم لا تعطوا، ولكن الناس تعرفونهم ليسوا مثل كذلك مثل المهاجرين، لا يكون عندهم هناك منهج وليس منظمين، وعندهم عاطفة، ناس تكره السيد ماكرون لأنه تعتبر أنه كان قاسي مع الشعوب، وكان كان مع الشعب الفرنسي، وكان قاسي في سياسته. هناك ناس حتى ولو كانوا صوتوا إلى ماكرون إلى ميلانشون سيصوتون إلى اليمين المتطرف. الآن ماكرون في يعني عندما كانت قبل خمس نعم. سنوات كانت هناك الجبهة الجمهورية. الجبهة الجمهورية كانت لو بارتي سوسياليست ولي ريبوبليكان. الآن الجبهة الجمهورية لا توجد أبدا، لأنه لا يوجد هناك حزب يساري ولا حزب يميني، ولا يوجد هناك ناس حتى تأتي لإغاثة ماكرون ضد اليمين المتطرف. واضح طبعا، ولكن هناك خطر طبعا، عنده حظ كبير ان يختار مره ثانيه، ولكن هناك خطر ان تاتي لوبان الى السلطه. واريد انتهي بشيء واحد. هنا مهاجرين يقول ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، وانا اقول لهم بمشيئه الملاح تجري الريح والتيار يدفعه السفين، وأن عليهم أن يأخذوا يعني مستقبلهم بأيديهم، وأن يتقدموا وأن يذهبوا المرة القادمة حتى ينتخبوا. شكرا. كانت هناك نقاط أخرى لكن الوقت لا يسمح أو لم يسمح بذلك، لعل نعود لها في حصص قادمة. أشكر ضيفي من الجزائر الدكتور إسماعيل معراف الباحث الأكاديمي، ومن باريس الدكتور فرانسوا دوروش الأستاذ الجامعي. شكرا جزيلا لكما ضيفي الكريمين، والشكر موصول إليكم مشاهدين الكرام. موعدنا يتجدد غدا بحول الله. السلام عليكم.